سيدي ليس لي من بعد جاهك مشتكى ولا ملاذا يسمع من دعا أو يرحم من بكى فإلى من أفر إن لم تحمني وبمن أستغيث إن لم تغثني ومن أدعوه إن لم تجبني ومن أتضرع إليه إن لم ترحمني ومن أتملق بين يديه إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة حبيبي زي ما انتوا شايفين كده عاملين ملوخية والفراخ التندوري وعاملين طبق بتنجان مخلل وكشك ألماز، حاجة تفتح النفس. تعالوا بقى تغدوا معانا أحلى غدا، اللهم بارك، يعني حاجة تشرف سفرتك. الفراخ الدجاج التندوري، تمام، اللي هو بالصوص الأحمر ومعاهم شوية الملوخية والكشك، واللهم بارك. هنا بقى نسمي بالله ونصلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت بصلاية كبيرة ويدوبك يعني إيه شوحتها كده زي ما انتوا شايفين، عايزة لونها فاتح عشان إيه ما يمررش الأكل. طبعا المادة الدهنية اللي هي السمنة نزلت هنا بمعلقة من الصويا صوص وانا حطاها في التلاجة فهي مجمدة معايا شوية. هنقلبهم بقى شوية كده مع بعض وبعدين بننزل. طبعا ايه الفرخة بتاعتي كانت وزنها كبير 2 كيلو، فانا مقطعاها 5 حتت ونقعاها في المحلول اللي هو الليمون والملح والسكر. ما بحطش خل على الطيور عامة او على الايه او على اللحمة لحد كده، تمام. قلبناها بقى على الايه على الوش التاني، خدت تشويحة كده بسيطة مع البصل ونزلت بعدد 2 طماطم مكعبات ونزلنا بفلفل حار وفلفل الوان المتواجد عندك. هنا نزلت بالسر الخلطة بقى بتاعت اللون الأحمر بتاعت الفراخ التندوري اللي هي الهنجة اللي هي البابريكا. نزلت بمعلقة من الفلفل الأسمر، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة من 7 بهارات، حبيتين من الحبهان. اعتمدي الطريقة دي وهتاكلي أحلى دجاج هنجة كنوع من التغيير يا جماعة. يعني مش بالضرورة فراخ محمرة، فراخ مشوية، اعمليها بالطريقة دي صدقيني هتعجبك، هتشرفك في أي عزومة تعمليها. هنا بقى من الكاتل نزلت بالمية السخنة على الفراخ، خدت غلوة معايا على النار يعني قولي كده قد ساعة. شايفين اللون بقى تحفة، اللهم بارك. نزلنا بمعلقة من الثوم، لو وصلت لحد هنا معايا يا ريت ما تبخليش عليا باللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو، وانا بشكر الناس اللي كل الناس اللي بتعلق لي وبتديني طاقة ايجابية. يا ريت اللايكات يا جماعة، التعليقات كتيرة قوي 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 بطريقة بقى يعني مش عايزة اقول لكم. ايوة انتوا على عيني وعلى راسي، اي نعم، بس التعليقات كتيرة واللايكات بقت قليلة عندي. يا ريت ما تبخليش عليا باللايك، يعني يا جماعة والله ما بيكهربش اللايك ده، ما بيكهربش. هنا بقى هنعمل كشك الماز. نزلت بكوباية من الرز وسويته بالمية كأنك بتسوي رز بلبن، بالمية يا جماعة مش بالشوربة. هنعمله النهاردة للناس اللي بتعمل دايت اللي هو الكشك الماز، هتاكليه تحسيه رز بلبن من غير شوربة. سويت كوباية من الرز اللي هي 50 زي ما انتوا شفتوا كده لحد ما استوت ونشت معايا وديتني قوام الرز بلبن. بنزل بقى بمج كبير من اللبن، مج من اللبن، وبننزل هنا بمعلقة كبيرة من المرقة الفورية معمولة من العطارة، بمستعملش مكعبات خالص. يعني لو انت متابعاني ما بستعملش مكعبات خالص، دي معمولة من العطارة صحية 100%. ونزلت بمعلقة الملح، وهنا بقى 3 معالق صغيرين جدا من النشا على 1/2 كوباية برضو من اللبن
متدوبين كويس قوي. الكشك ما بستعملوش دقيق، بستعمله نشا زي رز بلبن بالظبط. هنا بقى كنت بعمل التقلية بتاعة الكشك، طبعا ركنت الكشك على جنب. بنعمل تقلية زي بتاعة الكشري بالظبط، بس بالسمنة، معلقة سمنة، مادة دهنية سمنة، بلاش زيت. طبعا الكشك كان هنا ايه زي الفل، زي ما انتوا شايفين كده، تحسيه والله رز بلبن. هنا بقى بنصفي معلقة السمنة زي ما انتوا شايفين كده، وكمان اقل من معلقة سمنة، ده للناس اللي هي بتعمل الدايت من غير شوربة وسمنة قليلة جدا. صفيت نص معلقة السمنة زي ما انتوا شايفين، وبنقلبه تمام تمام وزي الفل. هنا بقى كان كده الكشك معايا تمام. ايه رأيكم بقى في الجمال ده والطعامة والحلاوة دي؟ صينية الفراخ بتتكلم عن نفسها، وملوخية وكشك وبتنجان مخلل، واللهم بارك. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.